صباح الخير يا زملاء، يفتح الفني صباح الشركة وينزل بروكر هدول لكم كريمة. اليوم 3 ديسمبر 2021، وهنتكلم مع بعض جديد بتاعنا عن جنيه بريطاني مقابل الدولار الأمريكي. ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل كل الأدوات المالية طبعا خلال 3 أمس، وده راجع أكيد في المقام الأول للمستثمرين وقلقهم بشأن تأثير سلالة أوميكرون الجديدة من فيروس كورونا، والسرعة التي سيخفض بها المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي التحفيز النقدي. كل ده أثر بشكل كبير على الأسواق خلال 3 أمس، وإن كان طبعا حد من ارتفاع الدولار الأمريكي ارتفاع شهية المخاطرة لحد ما مع ارتفاع الأسهم الأمريكية، ولكن طبعا ما زال لجوء الملاذات الأمنة هو الحل الأمثل. النهاردة هنكون في انتظار مجموعة ضخمة من البيانات الهامة، أكيد أهمهم تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الأمريكي المتوقع ليه 550 ألف، والشهر الماضي كان 531 ألف. أيضا مؤشر مدير المشتريات للقطاع الغير صناعي متوقع ليه 65، والشهر الماضي كان 66.7. دي كانت أهم البيانات ومن الأخبار، وذلك ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما حضرتك شايفين، الأداء السلبي طبعا للجنيه البريطاني والانخفاضات وثبات أسفل متوسط المحورية 33.10. أداء سلبي على الإيم إي على السار، تقاطع متوسطات سعر الأسفل، أداء سلبي على الستوكاستيك على الفلات ترند، كل ده طبعا مؤثر عليه بشكل كبير. لذلك نتوقع مزيد من الانخفاضات، ولكن بشرط كسر ال 32.70 عشان يروح لل 20 وراها ال 31.60. مرة تانية كسر ال 32.70 وراها ال 20 وراها ال 31.60. السيناريو الآخر معاك استحقاق بكسر 33.40 وراها ال 75 وآخر نقطة عند ال 34.25. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى لكم أكيد يوم تقدر آمن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.